في أخبار الحوادث، تمكنت مسارح جهوية الدرك الملكي بإقليم العيون من فك لغز اختفاء رجل مسن في السبعينيات من عمره، حيث أسفرت الأبحاث الميدانية التي باشرتها الضابطة القضائية عن القبض على الشخصين بالغين تورطا في قتل الضحية بغية الاستحواذ على سيارته وسرقة ما بحوزته، ليقوما بعد ذلك برمي جثته في بئر جاف متواجد بوادي بكراع التابع للنفوذ الترابي لجماعة بكراع على بعد حوالي 110 كيلومترات جنوب شرق مدينة العيون. وقد أدت الجهود المبذولة من طرف عناصر الدرك الملكي إلى استرجاع السيارة المسروقة والعثور على جثة الضحية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.